لا اليوم بينا لا اليوم واقفين نديروا الثروات كل يوم زياره تفقديه طبقا لتعليمات السيد الوزير الاول وتنفيذا لهذا القرار اللي اتخذه السيد رئيس الجمهوريه بانطلاقه هذه الوسيله المترو ابتداء من غدا يوم الخميس. العرض هذا كان متعلق بالدخول الاجتماعي خاصه وكان متعلق بهذا التخفيف من هذه الزحمة المرورية وكان متعلق بهذه الكثافة اللي يعرفها هذا المحيط، هذه الكثافة نتاع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية. فيما يخص النقطة الأساسية الأخرى هي تتعلق بالبروتوكول الصحي، هذاك هو الثمن نتاع النجاح نتاع العملية هذه اللي ما يخليناش نندمو، ما يخليش القيادة العليا تندم على هذا القرار. هو يجب أن يكون هناك احترام للبروتوكول الصحي، ونتمنى في هذه الحالة في هذه الوضعية في هذا السياق نتمنى من المواطن يخفف كما خففنا عليه، يخفف على المسيرين نتاع هذه الوسيلة باش يأدوا المهمة نتاعهم في أحسن الظروف. والنقاط اللي متعلقة بالبروتوكول الصحي هي أصبحت واضحة، التعليمات نتاعها واضحة والمرسوم نتاعها واضح، هو 50% وحمل الكمامة والتباعد اللي يضمن النجاح نتاع الفتح ويضمننا اننا ما نرجعوش الارقام مهوله نتاع هذا المرض.